مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. مساحه جديده للراي. وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم تنميه سيناء على راس اولوياته، وبذلت الدوله جهودا مضنيه لتطوير وتنميه سيناء، وقامت بتنفيذ مشروعات قوميه وتنمويه كبرى للنهوض بسيناء ودعم المواطن السيناوي، ووضعها على خارطه التنميه الشامله الحقيقيه والمستدامه. وتتمثل مظاهر التنميه في سيناء في الانفاق الذي يربط سيناء بالوادي والدلتا، واستصلاح الالاف من الاراضي الزراعيه ومحطات تنقيه المياه وسدود تخزين مياه الامطار، بالاضافه الى الصناعه والتجاره وغيرها من المشروعات التنمويه، حيث ايقنت الدوله ضروره مواجهه التحديات في سيناء لما تمثله من اهميه استراتيجيه للامن القومي. الجهود الكبيره للدوله المصريه تعد بمثابه عبور جديد لسيناء، فاذا كان العبور الاول تمثل في حرب اكتوبر 1973 من اجل تحرير الارض المصريه، فان العبور اليوم ياتي بغرض تحقيق التنميه الشامله في سيناء لما تحظى به من مكانه كبيره في قلب كل مصري. حول سلاح التنميه في سيناء ودوره في تحقيق الامن والاستقرار، بدور حلقه النهارده من مساحه للراي مع ضيفي الاكاديمي الدكتور مدحت الصالح، استاذ الاداره والتنميه المستدام. معنا دكتور، الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمر حضرتك، تحياتي واحترامي. خلينا في البدايه نطلع تقارير، وبعد هذا التقرير نفتح هذه المساحه للراي. وابقوا معنا. عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الجمهورية كافة، وكان لسيناء اهتمام كبير خاصة شمال سيناء، لذلك تشهد شمال سيناء حركة سريعة للغاية لتنفيذ مجموعة من المشروعات الأساسية بعدد من المحاور الخدمية، والتي يأتي على رأسها محور زيادة الرقعة الزراعية. وبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء 152 مشروعا، حيث تم توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع النقل، واختص قطاع الإسكان ب2.3 مليار جنيه، وتم استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.1 مليار جنيه، واختص قطاع الموارد المائية والري ب1.1 مليار جنيه، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ب225.4 مليون جنيه. أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%. وفيما يخص محافظة جنوب سيناء، فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 208 مشروعات، والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 1.8 مليار جنيه. وفي قطاع الإسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعا. وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 18 مشروعا في قطاع الصحة. ومن بين المشروعات الهامة والضخمة وطريق المفق شرم الشيخ وطريق الإسماعيلية العوبة لربط شرق سيناء بغربها، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الطور، وانطلاق العمل في 18 تجمعا تنمويا لزرع الصحراء بالبشر بعمق سيناء، وهي موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها، منها 11 تجمعا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء. وشهدت سيناء في قطاع الإسكان العمل في مدن جديدة يجرى العمل فيها، هي الإسماعيلية الجديدة، مدينة السلام مصر، شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة، ومدينة بئر العبد الجديدة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه، وارحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مدحت صالح الاكاديمي والمتخصص في التنميه المستدامه واستاذ الاداره. دكتور مدحت، خليني في البدايه اتحدث هنا عن بدايه مع بدايات يعني التنميه في سيناء. كان لابد من القضاء على الارهاب، وقد قامت القوات المسلحه وللجيش الجيش المصري والشرطه المصريه واهالينا والمواطنين العاديين بتقريبا بالقضاء على الارهاب في سيناء. خلينا نتكلم على جهود الدولة بداية في القضاء على الارهاب في سيناء دكتور. بعد تكرار التحية لحضرتك استاذ ايهاب بيه والاهل مسبيرو جميعا، بداية جيدة لهذا السؤال الذي سيجعلني 50 عاما من حرب التحرير الى حرب التعبير،
كان أصعب ما فيها هو القضاء على الإرهاب زي ما حضرتك تفضل. بس إيهابي مصر قدمت روشتة مكافحة الإرهاب أو وصفة مكافحة الإرهاب أو خريطة مكافحة الإرهاب بطريقة مصر المعاصرة. طريقة مصر نعم قدمتها بالتنمية. هنالك وقت استخدمت فيه الدبابات والطائرات والعربات المجنزرة والكفاح والشرطة والجيش وما إلى ذلك. بعض هذه الأفراد وهذه التجمعات التي قد لا يصلح استخدام التعامل معها إلا بالقوة أيضا مثلما هم يحاولون فرض إرادتهم بالقوة. ولكن عقاب ذلك بدأنا نلمح الروشتة الجديدة التعامل مع الإرهاب ومكافحة الإرهاب بإيجاد التنمية الحقيقية التنمية المستدامة على في ربوع سيناء. وهو ما جعل المواطن السيناوي وغيره والشركات ورفاقنا العرب وإخواتنا هنا وإفريق والكل يتجه إلى سيناء ويرغب في الاستثمار بها بعد أن هدأت وطأت الإرهاب. علينا من الإرهاب يفوق الخيال ويفوق الأمور. نعم وكثيرا ما كنا ننادي كأكاديميين متخصصين أو حتى الفلاسفة والكتاب كانوا ينادوا بتعمير سيناء 50 عاما من نهاية الحرب إلى حرب التعمير. ولماذا تطلق عليها حرب التعمير؟ حرب التحرير مفهوم لكن حرب التعمير لماذا لأنها بالفعل كانت حرب مع البشر والحجر مع الصخر ومع كل هذا. الدعم الغير عادي للجماعات المتطرفة في سيناء كاد أن يفقدنا سيناء ونفسها وأهلها الذين هم مصريون بقبائلها المساعيب والترابين والسوارقة وكان أختي ولا أنسى أحد منهم فهم في الشمال والجنوب وهم من حموا سيناء بالفعل وهم إخوة لنا وما إلى وشاركوا الحكومة في 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 على الإرهاب وما إلى ذلك. ومن فكت الحكومة من القضاء على الإرهاب إلا وأن ابتدأت في معركة التعمير التي هي تسير الآن في طريقها. يمكن أؤكد هنا على يعني مقولة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها أنه سوف يذهب إلى سيناء ليعلن أن سيناء يعني تم القضاء تماما على الإرهاب في هذه البقعة الطيبة من الأرض المصرية وده اللي حصل فعلا وبدأنا مشوار التنمية في سيناء. خليني وأنا بتكلم عن التنمية دكتور مدحت وحضرتك أعلم مني أن يعني زراعة البشر يعني وجود كثافات سكانية وجود حالة من الإعمار وحالة من استصلاح الأراضي والتصنيع حالة اقتصادية هي تمثل الأمن القومي أو أمن استراتيجي لهذه المنطقة خاصة أنها يعني لها بعض استراتيجي لدى دول كثيرة ومطامع لدى دول يعني كبرى. يعني مسألة تنمية سيناء بالاقتصاد بالبشر بتسهيل حركة المرور من وإلى سيناء. نعم أحسنت أستاذ هابي. الوضع الحالي في مصرنا الحبيبة وشرقنا وأخواننا في فلسطين والحرب الصهيونية وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط الآن هو يؤكد على ما فعلته الحكومة أنها كانت جادة حادة في اتجاهها لهذا. ولكن الوقت لم يمهل لزرع البشر والإكمال الكثير من هذه الأمور. لكن كان الوقت في الماضي كان يسمح. 25 إبريل 1982 رفعنا العلم في سيناء رفعه الرئيس مبارك الله يرحمه أعقاب اتفاقيات السلام اللي عقدها الحرب والسلام اللي عقدها الرئيس سادات الله يرحمه. كان أمامنا 41 عاما نستطيع فيهم أن نفع أن نحصن سيناء. لك أن تتخيل حضرتك يا أستاذنا لو المجتمعات العمرانية الجديدة اللي كانت مخطط لها في سيناء نفذت بالفعل من كان سيدفع؟ هل كان سيأتون الإرهاب من سيناء؟ لا والذي رفع السماء بلا عبد يرون ما كان سيجرؤ الإرهاب عن يعني أنه يقاتل مواطن 40 عاما أو ما سبق من هذا الأمر بل كانت سنتدافع عن أرضه وعرضه وما إلى ذلك. وجود سيناء خالية إلى حد ما على الرغم مما يحدث فيها من تعمير حالي في كافة المجالات وأنا بحضر لحلقة حضرتك وبجدد تعاملت مع تنمية سيناء مرات عديدة لكن بحدث لا شيء يبعث على الفخر أننا نسير في المسيرة التنمية بصفة عامة هي مسيرة عسيرة
لان التنميه او التنميه المستدامه تحديدا لو حطيناها في الهرم في الهرم الفرعوني هنلاقي ضلع متمثل في الرؤيه، ضلع متمثل في التمويل والتكلفه، والضلع الثالث متمثل في الزمن اللي بنحتاجه بالكثير. يمكن الزميل اشرف عبد العزيز بيعرض يعني جزء من مشروعات عملاقه حدثت في هذا الجزء او في هذه البقعه الطيبه من ارض الوطن. خلينا اتكلم بدايه يعني اللي راح سيناء في فترات سابقه كان بعد كوبري السلام فين تلاقي دور العبد كده شويه تجمعات سكانيه وبعد كده تفضل مستمر لغايه ما توصل للعريش وتجمع يعني بعد كده تكمل لرفح الان وتاريخ كان صعب جدا ومرهق يعني حقيقي. خلينا نتكلم على ما قامت به الدوله في مجال البنيه التحتيه من مساله تسهيل الطرق ومساله كمان وجود طاقه والانفاق بقى الانفاق ده موضوع كبير جدا لتسهيل الحركه من الدلتا القديمه الى سيناء التي نعتبرها الان دلتا جديده للمصريين. ده خمسه انفاق انشئوا وعددا يا استاذ ايهاب بيه لما تشوف الشركات الالمانيه اللي جايه بالمعدات بالبرنامات والمسائل والاخرى من مجتمعات اخرى لا انفك ان بدعوا الا واذاحتهم الشركات المصريه هم يعني كان يكفيهم ان يعرفوا how to work ازاي بدايه التشغيل. وشاهدت شركات المقاولات بمهندسيها وفنييها وميكانيكيها الحكوميه وغير الحكوميه والاستثماريه والخاصه وما الى ذلك هم من اكملوا المسير. على الرغم كنت اسمع من كبار مهندسيهم ان هنالك دقه لان هنالك خطوره غير عاديه فانت لا تحفر في الصحراء فوق المياه فوقك فالخطا قد يكون محسوب. خمسه انفاق اثنان ببورسعيد اثنان بالاسماعيليه واول خامس في مدينه السويس بجوار رفق الشهيد العظيم احمد حمدي. نقلة حضارية غير عادية جعلت من السيوة وأنفاق غير عادية هي ليست أنفاق لمجرد شكل رفق إلى ذلك مدى أفراد وحارات مخصصة للطوارئ هذا لا قدر الله وهذا لا. خلينا نطلع تقرير للصحافة ونتكلم على التنمية بشكل أكبر بقى وهنا نتكلم على محطة بحر البقر. هذه المحطة التي تم يعني عمل معالجة فلاسية بشكل كبير. هذه المحطة الهدف منها هو يعني استصلاح 400,000 فدان في منطقة سيناء من خلالها من هذه المحطة. أخذ يعني رأي ضيفي بعد هذا التقرير للصحافة فابقوا معنا. نبدأ جولتنا الصحفية من الأهرام حيث يرى دكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي بالجامعة العربية بأن مصر تخطو خطوات جادة نحو تنمية سيناء فقد تم تنفيذ ورفع كفاءة 5,000 كيلومتر من الطرق والأنفاق إضافة إلى شبكة عملاقة للنقل تربط سيناء ومدن القناة بباقي أنحاء الجمهورية. ولم يتوقف الإنجاز حيث تم تطوير 5 مطارات و8 موانئ بحرية وكلها إنجازات على أرض الواقع في سيناء. وفي اليوم السابع الخبير الاقتصادي دكتور محمد البهواشي يؤكد أن المنطقة الصناعية بسيناء تعتمد على أحياء مشروع الحزام والطريق سيما وأن مصر تقع في قلب المشروع الذي يستهدف إقامة العديد من المشروعات وخلق الكثير من فرص العمل. وهناك المنطقة الصناعية الروسية والتخطيط لإنشاء منطقة لتوزيع الحبوب في سيناء باعتبارها بوابة إفريقيا. أما في السياسة الدولية فيشدد خبير التنمية المحلية دكتور الحسن حسان بأن سيناء تسخر بمقاومات سياحية متنوعة ومتميزة إضافة إلى مواقع أثرية فريدة ومناظر خلابة فهناك أكثر من نوع للسياحة سواء العلاجية أو الدينية إلى جانب سياحة المؤتمرات وتسلق الجبال وسياحة السفاري. وفي الشروق دكتور طه
طه زيدان باتحاد الصناعات يكشف النقاب عن أن إقامة مناطق حرة صناعية تجارية لإحداث تنمية حقيقية لسيناء يعتبر أهم الأنشطة وأفضل الطرق للنهوض بالاقتصاد المصري، خاصة ما يخص منطقة شرق قناة السويس التي تعتبر أحد أهم الممرات الملاحية العالمية لارتباطها بخطوط الملاحة البحرية والأسواق العالمية. وختام الجولة بالشرق الأوسط، حيث يبعث دكتور ياسر شحاتة أستاذ التنمية المستدامة برسالة مفادها بأنه على الرغم من التحديات الصعبة فإن تنمية وتعمير سيناء عبر المشروعات القومية العملاقة التي تقودها الدولة منذ 2014 تعد دليلا على أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق أهدافها وتحويل سيناء إلى واحدة من أكثر المناطق ازدهارا في المنطقة، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة 2030. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. خلينا قبل ما نتكلم على محطة بحر البقر، يعني هي محطة لها يعني وضع خاص ثقل بالتأكيد، اتكلم هنا على ما جاء في تقرير الصحافة، 500 كيلو متر من الطرق المعبدة الجديدة، بنتكلم على 5 مطارات، على 8 مواني، على منطقة صناعية في سيناء. احنا نتحدث عن تنمية في كل في شتى المجالات دكتور مدحت. احسنت يا استاذ زاهي. في بداية عرض حضرتك واستهلالك للحلقة ذكرت ان كان بعد كوبري السلام بنمشي الى بئر العبد وهو كان امر خطر وطرق وعرة وما الى ذلك. الان 5 مطارات هذا بالانشاء جديد، هذا بالاضافة الى تطوير مطار البردويل وما الى ذلك، اصبح مطار دولي في وسط سيناء بجانب 5 مطارات الاخرى. ولا ننسى ميناء العريش، اعداد ميناء العريش ليكون ميناء دوليا بالحق وبشهاده المتخصصون الدوليون في هذا الامر امر غير عادي. اما وان يتم الطرق والكباري ومثل هذه الامور، احسن شيء عمليه القياده السياسيه والحكومه المصريه ورفاقهم ومعاونون في هذا المجال ان احنا مشينا بالتوازي، ولم تكن التنميه تحقق على التوالي، أو خطوة بعد خطوة. لذلك كانوا أساتذتنا بالمناسبة رحمة الله على من رحل منهم وتحية واحترام لمن بقي على حياة، كان يلفتون انتباهنا إلى أن كي تحدث تنمية ابدأ في كافة الأمور وفقا للوزن النسبي لأهمية كل منها، ولكن على التوازي وليس على التوالي. فقد ينقضي العمر ونحن لم ننتهي من محطات تحلية المياه، وقد ينتقد العمر وما إلى ذلك، أو تحقيق البعد الاقتصادي أو لكننا الآن سعينا، وهذه تحسب لحكومتنا المصرية، وهذه ليست مجاملة، هي حقيقية بمنتهى الدقة، خاصة لأننا كأكاديمي متخصص في الإدارة والتنمية المستدامة أستاذ إيهاب بيه، إحنا ربطنا العلم بالعمل. ومواطننا الكريم يفهمني ومشاهدنا الكريم، لما ربطنا العلم، أصل كل علم مهما بلغ ماجستير دبلوم دكتوراه بورد أبحاث دراسات لا يرقى إلى مرحلة التطبيق العملي فهو هراء. ما أحدثناه في سيناء كله يعني ورد فعل في المجتمع أو يستفيد بالمجتمع بالتأكيد، وإلا فليذهب للدحين. لذلك التوازي في المجتمع. فها هي محطة بحر البقر بالفعل دي اجت، لان موسوعه جينيس صنفتها على انها اكبر محطه معالجه مياه في تنقيه ومعالجه مياه في العالم، وهذه ليست شهادتي ولا شهاده. خليني يا دكتور متحكي ان صدف الحظ مره ورحمه من التاريخ كان بحر بقر ده تشمه من على بعض، يعني 2-3-4 عايز اقول 5 كيلو 10 كيلو، يعني دي حقيقة يعني على اعتبار مكان مصرف صرف يعني. ايوه بالظبط. وازيد حضرتك من الشعر بيت على راي اخواننا العرب، محطه المحسمه
كبرى المحطات ايضا في هذه ترعة السلام صحارى سيد البيوت. ما هذا الذي يحدث؟ هو اي قائد، لا الرئيس السيسي ولا رفاقه ولا اي قائد في العالم هي هذا سويتش اون سويتش اوف مع يمتلك مفتاح يدينه هكذا فيحقق التنمية او يخفض هكذا فيحقق النمو. لا والله، ولكنها التنمية المستدامة في تعريفها في دراسات من ايام الدكتوراه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وابحاث المتتالية اصر على ان تعريفها هي جهد علمي عملي حقيقي يرقى بمستويات الاجيال الحالية دون الانتقاص من حقوق الاجيال القادمة. وهذا بالفعل الذي تفعله قيادتنا السياسية في هذا الأمر، تمويل غير عادي. صدقني وأنا أؤدي لهذه الحلقة يا أستاذنا الكريم أني بهتم بالمبالغ والتمويل إنها صعبة، أكاد أشعر بصعوبتها على تحمل الموازنة المصرية لها بشتى الطرق والتبال، خاصة أن مصرنا الحبيبة الآن لا تنمي في سيناء فقط، هنالك حياة كريمة، مليارات أخرى، هنالك النمو، هنالك شق التعبان، هنالك اليوم افتتح مشروعات غير عادية، وأنا قادم إلى حضرتكم في مزبور العظيم ومع موالي دبي الشركة العظيمة وما إلى ذلك، وزير النقل معهم اليوم. تطوير البنية الأساسية المصرية ستبحث وستلهي أي فكر معادي في سيناء بإذن الله تعالى. يمكن زي ما قال الدكتور مدحت إن الدولة يعني هي في طريقها إلى تنمية سيناء لم تأخذ خطوة تليها خطوة، لكن كانت خطوات متوازية كثيرة في مجالات عدة بقى، بنية تحتية في الزراعة في المطارات في شق طرع في أنفاق. نتكلم كمان على المنطقة الصناعية ودور الشباب في سيناء، خاصة إن السيد الرئيس دائما يعني مهموم بالشباب المصري وأهمية أن يكون الشباب المصري مشارك وفاعل في كل مناحي الحياة في مصر. يعني أنا أراهن على أن الشباب بإذن الله، أو أتفائل بإذن الله أن 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 الشباب سيذهبون إلى سيناء، خاصة كنا بالأمس أو في الماضي ننشئ المدن ولكنها غير مكتملة. إن وضعناها منطقة زراعية فلا صناعة فيها ولا رعاية طبية ولا مدارس وكيلومترات عديدة لتصل إلى معهد أو جامعة أو ما إلى ذلك، فكان الأهالي يخشون على أولادهم وذنيات فيعودون أدراجهم مرة أخرى إلى أوطانهم. أما الآن ونحن ننشد هجرة داخلية مصرية من غرب القناة إلى شرق القناة، ما يحدث في سيناء الآن سيشجع هؤلاء الشباب. هم من الوعي ومن القدرة على هذا، خاصة وسط سيناء مصانع الرخام والجفجافة وما إلى ذلك، والدنيا هذا تكتم غير عادي وأصبح جاذب للمستثمرين العرب والأجانب وما إلى ذلك. الجنوب هذه المنطقة التي حبان الله بها، ما سيناء ليس فيها كيلو متر واحد يضرب فيه هذا الشيوان أو هذا التراكتور أو ما إلى ذلك إلا وكانت النتيجة خيرات وما إلى ذلك، هي أرض الفيروز بحق. مصر عموما هكذا، ولكن سيناء تحديدا الآن التطور في المجال السياحي، من يريد أن يعمل بالمجال السياحي عليه بمسار العائلة المقدسة، عليه بمجمع الأديان، عليه هذه الأمور كل في السياحة موجود، في الصناعة، التعمير، المجتمعات العمرانية الجديدة، من الشقق التي تناسب المهاجرون من الغرب إلى الشرق وإلى الفيلا الصغيرة إلى ما يناسب إخواننا القبائل حيث لهم طبيعة خاصة. بالتأكيد يمكن يعني قبل ما اختم حلقتي كنا دائما حتى في خلال العمل في مجال الإعلام كنا بنتكلم على تنمية سيناء طول الوقت، ولكن نشهد الآن تنمية حقيقية على أرض الواقع نلمسها ويلمسها كل من زار هذه البقعة من مصرنا الحبيبة. ودائما احنا بنتكلم على شمال سيناء على اعتبار ان جنوب سيناء يعني شرم الشيخ والغردقة والمناطق دي ومرسى علم يعني واخد حظها من التنمية. بشكرك مرتاح دكتور مدحت. تحياتي واحترام. كل شكر التقدير لضيف الدكتور مدحت الصالح استاذ الادارة التنمية المستدامة والاستاذ الاكاديمي، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من مساحة الرأي. شكرا لك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.